الشاطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا. أولا. تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدؤا به أجذام العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلوق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قرى مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا، هو الحر إن كان الحاليا حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن إن كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء وهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنمو تهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلا لهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا ناقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحباته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كثير القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على
سند وهو الملقب قنبلا. وأما الإمام المزني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. أفضى على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة تراويه المبرز أفضلا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خالف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. وليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. لهم طرق يهدى بها كل طريق ولا طارق يخشى بها متمحلا. وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وهانذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا أولا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وربما كان كرر الحرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا. ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستاتهم بالخاء ليس بأغفلا. عانيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوفين وشام ذالوهم ليس مغفلا. وكوفين مع المكي بالضاء معجما وكوفين وبصر غينهم ليس مهملا. وذو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا. ومكين وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبنا فر حلا. وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على. ومهما آتت من قبل أو بعد كلمات
فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصالا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. كمد كمد وإثبات وفتح ومدغام وهمز ونقل واختلاس تحصلا. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزل. وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبالا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف أتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنهم تقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطالا. أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أقول لحر والمروءة مرؤها لإخواته المرآة ذو النور مكحالا. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادي عليه كاسد السوق أجملا. وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهالا. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحالا. وإن كان خرق فاداركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوالا. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقيلا. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغبت حضر حضار القدس أنقام غسالا. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع دما وهطالا. ولكنها
عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والآلاء وقد قيل لكم كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخواتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا